الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة كده، فيديو خفيف وبسيط، روتين ليوم من أيام رمضان. زي ما انتوا شايفين كده، أنا صحيت غسلت طبعا المواعين، أول حاجة بنعملها زي ما انتوا شايفينها كده، وابتديت أشتغل بقى على البوتاجاز. نظفته طبعا وظبطته قبل ما أشتغل عليه، وحطيت هنا الخروب وعليه سكر، بسيبه كده لما يتكرمل وهدي عليه النار خالص. وحتى كده حل عشان هسلق مكرونه، هعمل مكرونه بالبشاميل، وعندي لبن في التلاجة هغليه. والحله دي هنعمل فيها العصاب زي ما انتم شايفين كده. ده الخروب بتاعنا اتكرمل هو السكر، وبقى لونه كده بالشكل الجميل ده. هبتدي انزل عليه بالميه وهسيبه لما يغلي. الخروب من المشروبات الجميله واللي احنا بنحبها ونفضلها في رمضان. هنا كده حطيت المكرونه بتتسلق على النار والخروب بيغلي واللبن طبعا غليته خلاص. وهنا بدانا نعمل العصاب، كل العيون شغاله في وقت واحد عشان ننجز وقتنا وما نقفش كتير في المطبخ. هنا كده اللحمه حطيتها والمكرونه اتسلقت، ونشوف هنعمل ايه تاني. دي كده المكرونه واللحمه اتعصجت الحمد لله. هنا الحله دي هنعمل فيها البشاميل، حطيت فيها كميه مناسبه من الزبده والزيت، نزلت كده عليهم بكمية من الدقيق. البشاميل بقى حسب ما انت عايزة، كتير شوية حسب كمية المكرونة. انا حطيت هنا معلقتين او 3 معالق من الكبار من الدقيق على كمية الزبدة وزيت الذرة. وده كده البشاميل خلاص بقى كريمي معانا اهو، خلاص كده شايفينه عامل ازاي، ولا متكتل ولا حاجة. بنقلبه كويس بالمضرب كده واحنا بننزل باللبن. هنا كده جبت الطاجن البايركس بتاعي عشان ابتدي اطبق فيه بقى المكرونه. خدت جزء منها ولخبطت عليه البشاميل وفرشته كده في الصينيه. بعد ما فرشت طبعا فقاع الصينيه جزء من البشاميل، وحطيت رق المكرونه واللحمه المفرومه كده عليها بالشكل الجميل ده. كده نزلت بالجزء الثاني وحطيت على الوش كده ايه قطعه صغيره من الزبده. ودي كده المكرونه بتاعتنا طلعت وبقت جميله وزي الفل، وشها احمر اهي زي ما انتم شايفينها. كمان عملنا معاها طبق من الصدق الاسكندراني، بس ده كان برعايه بابانا بقى فانا ما صورتهوش. والبطاطس المقليه، وده كان يومنا كده في رمضان.